كره عرضيه جوه المنطقه خطر جدا، ولكن الدفاع طلع توصل تاني لاحمد داوود. داوود هيصوب من هنا، داوود صوب تصويبه حلوه ولكن محمد نادر يمسك كورته على طول. الحقيقه في الكره اللي فاتت بدلاء الفريقين بدلاء حرس الحدود محمد فتحي اسلام عبد الغني ادي شاكر لعبها الكره العرضيه جوه المنطقه. هشام عبد الرؤوف روعه روعه روعه، اللي اروع واللي اجمل هو محمد في التصدي للكره اللي فاتت حلوه محمد نادر. وفي المقدمه من جديد الاعاده، شوف الكره راسيه ولكن التصدي بشكل رائع جدا هنا للي كانت عنده يقظه اللاعب مصطفى ابراهيم، وبره الملعب من جديد الى ضربه مرمى لصالح نادي حرس الحدود. شوف مره ثانيه ينقذها ده احمد سالم صافي، ده احمد سالم اللي موجود اللاعب المهاجم اللي طلعها من قلب المرمى الحقيقه. ادي مره ثانيه شوف كره الاعاده مره ثانيه اهي، اصطدم ده مين ده اكوري اصطدم دخل كده وهو مش شايف خالص هو ماشي. يعني دي لقطه المباراه، دي لقطه المباراه النهارده، دي احلى ما في المصري احمد فوزي. شوف على حساب مين احمد فوزي. عزيز فوزي على حساب عبد العزيز توفيق باك يمين بباك يمين، بس ده تنشيطي بقى ناشط الناحيه الهجوميه. عنده امل طبعا كابتن انور سلامه في المباراه. ضربه حره لنادي حرس الحدود، شوف كره اكوري مره ثانيه، كره ايمانويل اوديو عفوا يلعب اماميه ضربه الحره. ادي كره معتز اينو الكره العرضيه اللي مسكها الشناوي على ثلاث اربع مرات، ادي مره والثانيه ادي الثالثه وادي الرابعه ومسكها. داود عايز يعدي، ممكن هنا يلعب كره عرضيه خطيره خطيره ممكن، واحمد فوزي ولكن طلعت بره ولا ايه؟ طلعت بره الملعب ضربه مرمى، طلعت بره الكره ضربه مرمى طلعت ولا ولا ايه؟ خرجت فعلا فعلا خرجت، قرار سليم الحقيقه. محمود شاكر عبد الفتاح في الكره اللي فاتت، الكره اللي كانت هشام عبد الرؤوف الحقيقه كانت ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضايع. الوقت القادم ضربه حره مباشره، محمود شاكر يلعب على طول عرضيه خطيره جدا ممكن، اسلام صلاح كاد ان يسجل، كاد ان يسجل على مرتين، اسلام صلاح كاد ان يضع البسمه على وجه البورسعيديه في الكره اللي فاتت. يا الكوره ولكن تصدي هنا من دفاعات حرس الحدود واخراج الكره الى ضربه ركنيه. اسلام صلاح دي من لمس، ما مش مهاجم، ما مش مهاجم، لو مهاجم دي في الشبكه على طول. اخطر لعبه في اصعب اللحظات واحرج الاوقات ثم الضربة الكرة العرضية ولكن سهلة في ايد احمد الشناوي ومعها صفارة نهاية شوط المباراة الثاني، تعادل سلبي بدون اهداف المصري وحرس الحدود المصري يصبح